تدخل الانتخابات البريطانية آخر مراحلها بانقضاء الأسبوع الثالث من الحملات الانتخابية، ويكثر الحديث في استطلاعات الرأي عن تبدل في المواقع بين الأحزاب الرئيسية الثلاثة، وهو ما يزيد من صعوبة استباق النتائج قبل أيام من بدء الاقتراع. دخل حزب العمال الأسبوع ما قبل الأخير من حملته نحو مجلس العموم متراجعا إلى المركز الثالث، وآملا في تكثيف الجهود وحث الخطى للحاق بالحزبين الآخرين. حزب المحافظين اجتهد في عدم تنفير الناخبين إذا ما اشتم هؤلاء أنه ضمن الفوز واستكان إلى التأييد الشعبي، ولكنه ظل متربصا بالخصم الحقيقي. الديمقراطيون الأحرار الذين حقق لهم زعيمهم الشاب ما لم يحلموا به ركزوا ماكينتهم الانتخابية على تجنب الخطأ والنفاذ من الممر الضيق للتحكم بميزان القوى. أنا مسرور جدا لوجودي خارج الاستديوهات. أمامنا أيام قبل الدخول في انتخابات ستكون الأكثر إثارة منذ أجيال. بينما كان رئيس الوزراء جوردن براون يقوم بجولة انتخابية في شوارع غلاسكو وهي الأولى له كرئيس للوزراء، كانت محكمة اسكتلندية في أدنبرا تنظر في دعوى قضائية من نوع جديد. الحزب الوطني الحاكم في اسكتلندا اعترض على استثنائه من المناظرة التلفزيونية بين زعماء الأحزاب المتنافسين على رئاسة الوزراء، ولكن رياح قرار المحكمة لم تأتي بما اشتهته سفينة الحزب صاحب الدعوة. المحطة التالية كانت بيرمنغهام، حيث حطت الأحزاب الثلاثة الرحال استعدادا للمناظرة التلفزيونية الأخيرة، وقد جاءت استطلاعات الرأي الخاطفة بعيد انتهاء البث التلفزيوني لتمنح زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون تفوقا على غريميه الآخرين. بعد العاصفة التي أحدثتها زلة لسان براون ضد هذه السيدة التي اعترضت على تكاثر المهاجرين إلى بريطانيا، جاء الظهور المفاجئ لرئيس الوزراء السابق توني بلير في شمال لندن، ففسره مراقبون على أنه حبل الإنقاذ لسفينة حزب العمال التي تلاطمها الأنواء. كما خرجت الحكومة بغالبية أعضائها لتعيد إطلاق حملتها بمجموعة ملصقات جديدة. إنه الأمر مضحك، فعندما ترى المناظرة وردات الفعل المباشرة بعدها وما يقوله الناس، ثم تنظر إلى ما أصبحت عليه القضايا الحقيقية، ترى بوضوح أن مستقبل اقتصادنا هو المسألة في هذه الانتخابات. ربما انقشعت ثقة بريطانيا بالسياسيين لتؤثر سلبا في قدرة حزب واحد على تأمين غالبية واضحة داخل مجلس العموم تمكنه من الحكم منفردا. فكثرة المرشحين المستقلين في هذه الانتخابات ترفع من احتمالات البرلمان المعلق لترتفع معها حرارة القلق على استقرار الحكم. لا أظن أن انهيارا اقتصاديا سيحدث نتيجة للبرلمان المعلق. في الواقع وجود الديمقراطيين الأحرار إلى جانب العمال أو المحافظين قد يساعد في تخفيض عجز الموازنة، كما قد يدخل تغييرا دستوريا إيجابيا. فأنا لا أخاف من البرلمان المعلق إذا ما استيقظنا عليه صبيحة الجمعة. هناك من حسموا أمرهم بأن الحكومة فقدت زمام المبادرة وغدت هدفا سهلا للمنتقدين، غير أن السباق إلى 10 داونينج ستريت لم يحسم بعد وشباك المراهنات على مصراعيه. ناهد أبو زيد، بي بي سي. كلما زادت سخونة الحملة الانتخابية في بريطانيا تزايدت المخاوف من البرلمان المعلق، ما يعني أن الانتخابات التي من المفترض أن تحسم السباق قد تؤدي إلى أزمة. تابعوني أنا عامر سلطان في تغطية مباشرة لتفاصيل الحملة الانتخابية في بريطانيا على شاشة بي بي سي.